يا متابع البنات شكون نتابع العزرة؟ خلي مرا انا خضر نتابع وحدك. هو نسمع كلام ونسمع غنيته. خلي البنية حلوة كي نتابع ابو العريس. تورني في اللافيني نزرب ورا الهادي التونسي. لحظة يا حلو لحظة. اخويا ما شبوا ما شبوا كل هادي التونسي عنده كالثلج هنا. نحكي معاه لسان وخرجك. لسان وخرج ورجع. مرة في ديوانة تشد هلاك وخرجوا الفلوس منه. رسول الله طبعا البنات هكا ناجي ولا ما يتصل كان مع الاولاد ريتو طلع غادي احدى الاولاد لهنا احدى الاولاد الله يقدر خير. لا مش نافع مش نافع حتى في الدار لقيته عامل سيدي تشرب سدين باشا. يباكم كاراتير لكن لك المرة شاد زوز شمس الدين ندق دق لك تاكلها نسكها لك. سكرني وخليك الرومانة تضرب الجيم جديد يزي يزي سيامي يا رامروديك. طب البنات شكون نتبع مال ناحي من البنات قعد ناحي الله يخلينا المرأة في تونس تصفيق عليها. مش ناقص اخويا ما فطو لو كبست البرنامج عند الاستعداد باش ما نقولش انت بيا اونتوري ديما انا طلع في الدعايات. فمش مره ريتك نصر الدين ما ريتش معاك على الاقل ثلاثة بنات أربعة يفدكوا هذاك هذا كان ما خلصتش اما تو خلصتش تشوف الباكو الباك ورا بعضه انت دبات مش تاقل كاستينج كاستينج نعمالي ابدأ من طوى سيء يبعثوني قلت المزودية في المسجد يدربك ويرندف. ولا كلف الشهر ولا كلف الشهر يا حشموش. البنات تحت الدربوخ في الدار عرس اكل البنات يحبوا تحب روحها تتخطب 30 مرة تمشي وتجيك زي ما هز الحلو.
ويعجبه واحد تشيري الوركة هنيك تبحلق من تعال راني نتعرس مش هكاك وقت تستنى فيها تليفونات عمري ما عطيت نمرو يا ختني اشاعات اما انا اشاعات يظهر فيها عرفت اللي غني اغنيه ثانيه ثم كيما كلي في المنام قالت له مرته شنو شكون يا امال في منامك طايت باسمها قال حصان تير شي بعد جمعه قالت له الحصان طلبك في النوم لك الحصان تربت على نور الفيك طيب يا حلو طيب انت اسمع ما ورا الشهر طبعا التونسي تجي يقول له يضحك ورا الشهر انت تقول لوحة لوحة خالص بالكثير نار 15 دقائق على بيدك تبدا مسرحية ضحك وك شي مقلقة من لقيني من ايش يعمل في عرضك نهار 25 اوه الكالندري ما نشوفهن بوجه تونسي نعرفها لو ان لو دو لو ترو من لو سيس تونسي توفى شهري وجو يتقلبوا لك لو ديس هو اللي يشري في العرك لو ديزنيف مرته تكلم تو امك هيك وجهك مشوف وجهك مشوف عليا عليه هكا تاي شر جيران تسمت مش بجنك علي لو دو يضحك اخوي صحيح ولا انت خلصت من يضحك بقول علاش كيش خلصت خلص عام مسبق انا ظهر عام كامل مسبق وزاد تعدى على الكيش انت كي تبدا ماكو عربون نعرفك يبدا متعدي من لفيات ويزون لا 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 ثاني وتذكرني لا 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 يا هابط التونسي رشري تاكل هبط لهذوك بعد ما بيجي تقلب تخزر عينيك تونيش بجنك شدك الفيسة ما عندكش فيسة تسرقل يا اخويا تا 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 ثم كورجي خير من العقل بيطارق ذيب ما يعرفهم حد ما لقاوش ارضية شكون يكور تو طاب بدوره جواري تقبل كانت شبيك قمودي جا الاول عطاو فطير هداو له فطير كيما توا هكا شو اسمه عوجي هكا كبروا ومو حب لبيت خالو يسيس عنده وقول له راك حبله لا لا ولسيس هذه كورجيه توا ها والبواط ديريكت حتى الممرنين تقايراني في جمعيه يضرب 30 40 مليون يلعب في الكازينو في القمار وفي كاكاوية في فم هكا يرين يا رب سان درو دو ماش كورة مشيت في تونس كي كانت البطاحة يا حسرة تعملوا لهم أقوى ملاعب في تونس من شحوش أنا الرأس تادرات هذاك كان مشيت فريق قومي مادام مش يسقط مع بتسوان والله يقسموا حوين تحصل قسموا حوين تخلي تكريه مش قاعد يعمل شوف في برامج تاع كرة القدم في تونس ساعات برنامج شوية 30 محلل على بونت ورجو
وانا كي خالد حسني كان زين قريب يولي يعمل في التحليل بسبحة توا كان مرعبه كات كات تروى تبدل شفت الارضيه اللي تبدا فيها هي اللي تعطيك القوه شنو حوالك لاباس فاتوم